السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. تدريبات على الحركات والتنوين 3. وصلنا إلى ون ط ضم ط واو فتحتين ون بون طو بون طو بون. اطبق الطا. طيب لما تيجي كلمة كلياتها مرقق سهلة، عين فتحة ع، با فتحة ب عب، سين فتحة س عبس، عدل علق علق. واضح؟ القاف هنا كسرتين، علق عمد عمد. انتبهوا، عمد عنبا عنبا عنبا. غين فتحة غ منفتحة، الغين منفتحة غ، با فتحة ب غبا، را فتحة را غبرا با. انتبهوا للباء ما تطلع با، غ ب را. تا ضمتين تن غبرة غ غبرة. فعل فعل. قاف فتحة ق، تا فتحة ت قتا، را فتحة را قترا ق قترا. تا ضمتين تن قترة قترة. قاف ضم ق، تا كسرة تي قوتي، لام فتحة لا قوتي لا، قاف فتحة ق، دال فتحة د قد، را فتحة را قد را ق را على نفس وضعية التفخيم، ق را منفتح، الدال د قد را. قاف ضم ق، را كسر ري قوري، همزة فتحة أ قوري أ قرئ. واضح؟ سهلة ميسرة، بس انتبهوا للتفخيم والترقيق والرتم في التتابع في الحركات. واضح؟ ربنا يفتح علينا وعليكم. إلى اللقاء.